أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحزمان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء أرفع ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وقيموا الوزن بالقسط ولا تقتروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأقمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.